كابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى، اولا بهنيك على هذه المسؤوليه. يمكن الجهاز الفني ما اكتملتش الصوره بالكامل الا بعد تعيين المدير الفني الفرنسي كارتيرون على راس القياده الفنيه. اولا اول ما دخلت النادي الاهلي احساسك بهذه المسؤوليه واجتماعك مع الجهاز الفني فور توليك هذه المسؤوليه؟ والله طبعا احساسي انت عارف انا ابن النادي الاهلي، يمكن انا اتربيت في النادي الاهلي وانا عندي 8 سنين وتدرجت في الفرق الناشئين، لعبت في الدرجه الاولى يمكن حوالي 12 او حققت مع النادي الاهلي 14 بطوله. فهو طبعا الاحساس اللي انا متعود عليه اللي متربى عليه، اي حد متربي في النادي الاهلي عنده احساس دايما بالفخر وان هو بينتمي لقلعه كبيره زي قلعه النادي الاهلي، قلعه النادي الاهلي. والاحساس الثاني طبعا ان هي مسؤوليه طبعا بتبقى عليك، بتحاول انت تجتهد دايما بتطور من نفسك عشان ده بيصب في الاخر في مصلحه حراس مرمى النادي الاهلي ان شاء الله. اللي انا بقول ان انا يمكن محظوظ ان انا بمتلك يمكن 3 حراس، يمكن بخلاف الحراس الناشئين طبعا، يمكن احسن حراس مرمى في مصر يمكن على مستوى افريقيا. واتمنى ان شاء الله باذن الله ان نشتغل مع بعض ان شاء الله ونكمل. انا بحب طبعا اشكر طبعا كابتن طارق سليمان على الفتره السابقه والجهاز الفني طبعا كابتن حسام وكل الناس، احنا كلنا بنكمل بعض وكلنا بنصب في الاول وفي الاخر مصلحه النادي الاهلي. بشكر على الفترة اللي قضاها، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني مستوى الحراس فعلا يبقى فعلا زي ما بقول اللي هم الامان لفريق النادي الاهلي ويساهموا بقدر كبير جدا مع زمايلهم في احراز البطولات للنادي الاهلي. قبل ما ينضم لي مايكل ليندمان والكابتن حسين عبد الدايم، حظك اعتقد الفترة القادمة معاك 2 حراس راجعين من كاس عالم ومعاك علي لطفي، واللي اعرفه عن الكابتن مصطفى كمال قرب السن مع الحراس معاك هيبقى عامل ايجابي، وانك بتتعامل مع الحراس بشكل اسري يعني في مسألة الغذاء في مسألة النوم كل ده بتتعامل فيه مع الحراس اللي معاك، فكل الامور دي هتتكلم عنها تقولها يا كابتن مصطفى. طبعا حراسه المرمى يمكن مركز خاص شويه، انت عارف يمكن هو العلاقه بين المدرب وحراسه لابد ان يكون فيها قرب جدا، لان هو الحارس بينفذ السياسه بتاعتي يعني في حراسه المرمى. طبعا كلنا بننفذ طبعا سياسه المدير الفني طبعا، ولكن هي بيبقى حته خاصه شويه ان انت لازم تبقى يعني زي ما بقول متداخلين مع بعض جدا، لان لازم اللي في دماغي يوصل له، لان هو بياخد جزء او قراره في جزء من الثانيه. فلابد ان يكون طبعا لابد ان يكون في دايما كلام بصفه مستمره بالذات في النواحي التكتيكيه، لان انت عارف دلوقتي تدريب حراس المرمى طبعا بقت يعني الامور بيحصل فيها تطور دلوقتي، فلازم احنا الفتره ضيقه جدا للاسف طبعا، لكن انا بعول على طبعا انا معايا اجوان دوليه واجوان عندها خبرات كبيره جدا طبعا. بهني طبعا الشناوي على ظهوره في كاس العالم بالمستوى الجيد ده، وشريف طبعا ان هو كان متواجد في وشريف ان هو كان متواجد معاه، وعلي برده لا يقل طبعا، كلهم حراس اتمنى ان شاء الله باذن الله تكون منافسه شريفه تصب في الاول وفي الاخر في مصلحه الفريق ان شاء الله. شكرا يا كابتن مصطفى ابو حميد، ربنا يخليك. شكرا جزيلا. انا بشكر